ما كاين باس واخا خارج السياق كنهنيو انفسنا ان بلادنا الحمد لله منذ مده ما طبعا الحال ماشي انه ينتخب الحمد لله في كافه الهيئات الدوليه طبعا الحال مازال خصنا نشتغلوا ان شاء الله كاين قبل منا هذا الشيء ديال المنظمه البحريه والان الحمد لله في المجال ديال اللوجيستيك باغي نعطيكم واحد الرقم ان البلاد ديالنا كنعطيه كمؤشر ان استطعنا ننتقلوا من الرتبه 94 في 2007 اليوم في رتبه 50 الحمد لله اذا كاين تقدم على مستوى التنافسيه يعني في الحمد لله كسبنا 4 ديال النقط على مستوى الاسواق الواعده الاسواق الواعده في المجال ديال اللوجيستيك هذا جاء بفضل واحد العدد ديال الانجازات الوقت ما كيسمحش لي نقولها اولا استطعنا انه في الوعاء العقاري اللي هو 3000 كيلومتر استطعنا اليوم نحصلوا على 3000 هكتار استطعنا نحصلوا على حوالي 1000 هكتار وكان عندنا اجتماع مع جميع الجهات باش نكملوا ان شاء الله الوعاء العقاري على مستوى جميع الجهات استطعنا الحمد لله اليوم باش المنطقه ديال زناتها تكون فيها منطقه لوجستيكيه المنطقه ديال الميطا فيها يعني في الدار البيضاء منطقه لوجستيكيه استطعنا اننا نسنيو واحد العقد برنامج فيما يتعلق بنقل البضائع كيفية تنظيم النقل ديال البضائع باش يكون عنده واحد الدور على مستوى المجال اللوجستيكي. الوكالة الوطنية التي تم إحداثها انطلاق من الاستراتيجية الآن بدات كتشتغل، الآن هي كتشتغل المرسوم الدار تعيين المدير تعيين المدراء الآن كتشتغل. اليوم كنشتغلوا على مستوى جميع العقد ديال البرنامج مع جميع القطاعات سواء تعلق الأمر بالاستيراد والتصدير أو بمواد ديال البناء أو المحروقات أو فيما يتعلق بالمواد الفلاحية، بمعنى أنه الاستراتيجية شغالة. تأخرنا سنتين 2010-2011 لاعتبارات ولكن ابتداء من 2012 الحمد لله كاين واحد الديناميكية اللي الآن حققنا بها النتائج اللي شرت لها على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وشكرا.